كنشتغل على مشروع تلفزيوني جديد، ولكن هادشي اللي نقدر نقول ما نقدرش نزيد لانه باقي تحت، باقي تنشتغلوا عليه وباقي مشروع، يعني باقي سي با اوفيسيل، دونك بور لاستون ما نقدرش ندوي عليه. واكيد ان الانتاج كثر في هاد الاعوام الاخيره، واكيد ان الشباب بداو كيلقاو حقهم في الشاشه المغربيه، وهذا شيء تيثلج الصدر، ولنا كنشوفوا كفاءات عاليه، ممثلين في المستوى وصغار، فتبارك الله عليهم. وحتى ربما لا كاليتي ديال الكتابه غادي تتطور. سي فري كو هادشي كياخذ وقت، ولكن بدينا كنلمس واحد شويه ديال التطور في الكتابه، في لا كاليتي ديماج تبارك الله، يعني لي جون دايرين خدمتهم، برافو عليهم. فيما يخص الكاشي ما عنديش فكره، حيت ما تنسول حد ما تنتحدثش في هذا الموضوع مع الفنانين الاخرين، دونك ما عنديش فكره. بالنسبه لي انا الا شفتي باللي الظهور ديالي في التلفازه قل، دونك ما بقاش بحال شحال هادي. فيما يخص الكاشي بالنسبه للمسلسلات والاعمال اللي درت مؤخرا، مزيان، وباقي في لو ميم نيفو صراحه، باقي في نفس المستوى. عويناتهم لي زويونين صافي بليزير صراحه، ما عنديش سبب معين، وما عنديش داك الشيء من عند الله سبحانه وتعالى. كنحمد الله ونشكره على الشكل ديالي، وربما لو فات انني كنبان صغيره، هذا الداخل ديالي تيتعكس على الخارج ديالي ربما. ان شاء الله مني اذن الله سبحانه وتعالى. تنحييكم بزاف وتنتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله يا رب. شكرا للجمهور بزاف اللي كيشجعنا، انا ما كنعتبركم جمهور، نتوما ماشي جمهور، نتوما ماشي دي فان، نتوما خوتي وخواتي وخواتاتي وصحابي، اي جو زام. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.